بقى نرجع للخبر اللي بدأنا بيه طبعا، يلا. ويعني الحمد لله الفريق الأول زي ما كنا بنقول لحضراتكم لكرة الطايرة رجال بالنادي الأهلي يعني قدم عروض قوية جدا بجد في بطولة الدوري بعد ما حقق الفوز على حساب الزمالك، وكانت مباراة مش بس فيها فوز، كانت مباراة قوية، كانت طبعا مباراة فعلا حلوة تستمتع بيها. وزي ما كنا بنقول طبعا هي كانت معروضة على قناة الأهلي بشكل مباشر. المباراة أقيمت على صالة طبعا الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. خلينا بقى نخش شويه في تفاصيل الشوط. الشوط الاول انتهى بتفوق رجال طايره الاهلي بنتيجه هنا 25-23. بص تنافسيه، لان بجد طبعا كان الاداء من هنا ومن هنا حلو، كان بعد اداء زي ما كنت بقول لحضراتكم بجد مميز جدا لو هنتكلم على اللعيبه بتاعتنا. انتهى الشوط الثاني برضو بتقدم هنا المنافس 25-22، لكن الشوط الثالث شهد تفوق لعيب الاهلي بشكل كبير جدا عشان ينجحوا في انهاء الشوط لصالحهم بنتيجه كليه 25-21. وطبعا برضو الشوط الرابع على كل حال اللي انا عايزه اقوله هنا ان احنا لازم نستضيف يعني على الاقل 2 من الفريق يا كريم لازم يكونوا معانا لان دي رحله نجاح. احنا طبعا برضو مانيين طبعا نتكلم في بعض الرياضات عندك او بعض اللعبات اللي عندك يعني بتبقى فيها بعض المواسم مش متفوق قوي يا كريم، صحيح حق يقال، صحيح بس طبعا بتيجي بعد طبعا كده بتعوض، بتيجي بعد كده بتتالق بشكل كبير جدا. ده اللي حصل يمكن في الطايره، ما بقولش مستوى الطايره كان سيء ابدا، بس انا بتكلم الطايره يمكن ما كانش بيحققوا اللي هم يستحقوه او المستوى المنتظر بينهم بشكل كبير كانوا بيحققوا، لكن التألق اللي الفترة اللي فاتت كمان فيه حاجة أسعدتنا كلنا، فبالتوفيق كمان في اللي جاي إن شاء الله. يعني هي سمة غالبة عموما في كل الرياضات يعني، وكل كل من هو يرتدي تيشيرت النادي الأهلي عموما، حتى لو مرينا في وقت ما في رياضة ما بانتكاسة بكبوة نسميها زي ما نسميها، مش دي الحكاية. الحكاية كلها إن دي حاجات طبيعية وارد إن هي تحصل، لكن الأهم بقى إن يكون في سرعة ارتداد إنجاز التعبير، وإن إحنا نعود مرة تانية وبسرعة الصاروخ للتراك بالظبط الطبيعي اللي بيمشي فيه دايما لعيبة النادي الأهلي في فرقه الرياضية المختلفة.